أود بداية أن أشكر الممثل الخاص للأمين العام السيد ستيفان دي مستورة على جهوده وعلى إحاطته، كما أشكر السفير التانين على بيانه، وأجدد الإعراب عن حزننا لغياب السفير ريتشارد هولبروك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أفغانستان. واسمحوا لي أن أبدي الملاحظات التالية: إن مجرد حصول الانتخابات النيابية في أيلول الماضي في بيئة صعبة سياسيا وأمنيا وجغرافيا يعتبر خطوة إيجابية نحو إرساء الديمقراطية، ومن المحق الترحيب بالنسبة للمشاركة المشجعة ترشحا واقتراعا وخاصة من قبل النساء، غير أن انتشار الغش والمخالفات وفق ما جاء في تقرير الأمين العام بالإضافة إلى الوضع الأمني المتدهور لم يسمح للشعب الأفغاني بالتعبير عن إرادته على الوجه الذي كان مرجوا. ونرى أنه من الضروري محاسبة من ثبت ارتكابهم مخالفات أو أعمال غش لمنع تكرار ذلك في المستقبل. نكرر إدانتنا العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والقوات الدولية. وننظر بقلق إلى عدم تحسن الوضع الأمني في أجزاء متعددة من البلاد، كون الأمن شرطاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعل وصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوضع الأمني بأنه أسوأ من أي وقت مضى هو جرس إنذار يجب أن يستوقف مجلس الأمن ويدعوه إلى مقاربة المسألة الأفغانية بطريقة شاملة. السيدة الرئيسة، إيمانا منا بأن الحل السياسي هو طريق إنهاء الأزمة التي تتخبط بها أفغانستان بشكل يضمن مشاركة حقيقية في الحكم من قبل الأطراف الأساسية، فإننا ندعم عملية المصالحة والاندماج توصلا إلى تسوية تاريخية بين كافة مكونات المجتمع الأفغاني، ونرحب بالخطوات المتخذة لتطبيق التزامات عملية كابول، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأمن والإدارة والتنمية ونقل المسؤولية الأمنية كاملة إلى السلطات الأفغانية بشكل تدريجي. من ناحية أخرى، نرحب بقرار منظمة المؤتمر الإسلامي تعيين ممثل لها في أفغانستان لما يمكن أن يؤديه من دور إيجابي لخدمة أمن واستقرار وإعادة إعمار البلاد، كما نقدر قرار دولة الكويت باستضافة مكتب دعم لموظفي يوناما، وبخطوة هولندا تقديم مقرات آمنة لهؤلاء الموظفين في كابول. كما نشدد على أهمية مواصلة التعاون الإقليمي ودعم دول الجوار نظراً لترابط الوضع بين أفغانستان ومحيطها، فلذلك مردود أمني واقتصادي وخاصة لناحية مكافحة المخدرات كونها من وسائل تمويل الإرهاب الأساسية. ولا شك أن إحلال السلام في أفغانستان يساهم في تحقيق مصالح جميع الدول المجاورة. ونختم مجددين تقديرنا لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في أفغانستان
من أجل التنمية من خلال تقديم المساعدات الصحية والتربوية والغذائية وبناء القدرات وتحسين وضع المرأة وحقوق الإنسان وعودة اللاجئين. وبعد عام شهد اهتماماً دولياً كبيراً بأفغانستان، يتمنى لبنان أن تتواصل هذه الجهود في السنة المقبلة كي ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار والازدهار. وشكراً السيدة الرئيسة.